علاقه ديال العلاقه ديال بصح ولا غير علاقه. انا الصراحه ما كنديرش علاقه بزاف شي وحده ولا جوج. اما دابا اللي انا العلاقه اللي دايره دابا انا بغي ما كيبغيني ما والو اللي كنبغي هو اللي معاه انا دابا كتبغيه هي دابا مع واحد الدري ولكن انا مطوله معاه فهمتي من 2022 هو اللي مشيت مع بنيتي اما الشيء الاخر كنت غير سن مراهقه طيش وصافي يعني طيش كاينه ديال بصح قولي لنا قولي لنا العلاقه اللي ولا غير علاقه ديال بلعاني ديال بلعاني ما كان اختي العزيزه مش حامل علاقه درتي بحالي شحال من علاقه اقدر اقدر واحد ما يفوتش لا مستعده تدوزي معنا دوز معاكم عادي مفيش مشكل ياك ما ناويين تفرتكوها ولا لا لا شويه فهمتي نقدر نمشي نقدر نمشي لبلاد اخرى نبقانا هنا نقدر انا نمشي جهه اخرى نبقى وانا الا بعدتنا ولا درت شي لاباس ولا جاب الله شي نهار كل واحد فينا شي طريق وتبعت شي ولا مش فوتنيش وما نفوتش اختي العزيزه مش حامل علاقه درتي بحالي شحال من علاقه علاقه ديال العلاقه ديال بصح ولا غير علاقه كاينه ديال بصح قولي لنا قولي لنا العلاقه اللي ولا غير علاقه ديال بلعاني ديال بلعاني ما كان انا الصراحه ما كنديرش علاقه بزاف شي وحده ولا جوج. اما دابا اللي انا العلاقه اللي دايره دابا انا هي دابا مع واحد الدري ولكن انا مطوله معاه فهمتي من 2022 هو اللي مشيت معاه بنيتي اما الشيء الاخر كنت غير سن مراهقه طيش وصافي يعني طيش زعما ما كيبغيني ما والو اللي كنبغي هو اللي معاه انا دابا كتبغيه ولا لقيتيه مع شي وحده لا ري دبر على علاش مع شي وحده على انت منين الاصل ديالك انا فاسيه فاسيه صراحه بس ياتر معقول اش انت براسها فاش ياك ما عين شقر لا 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 بيطه راه بيطه هو منين هو هو من بني ملال بني ملال من بلادي انا بني ملال بني ملالي واخا قولي لي اشنو اللي عجبك بهذاك السيد اللي معاك عجبتني فيه الرجوله فهمت التعامل في شكل فهمت بحال دوزك هو رويجل فهمتي بحال دابا كاين شي نوع ديال الدراري لا ابار ماديا حيت حنا علينا وخدام داكشي اللي سهل عليه سيدي ربي كيشدو كيصرف به على راسو بلي الله يسهل عليه انا خدامه انا في جهه اخرى ما نتسناش هو يعطينا خصنا نتعاونوا بجوج تعاوني انت وياه الا خصاتو شي حاجه كنعطيها ليه خصاتني شي حاجه كيجيبها ليا عادي شحال القدر ديال المال اللي عطيتيه انت عاونتي ما كنفوتش لي انا اصلا 100 150 200 الا كان محتاجه في شي حاجه اما الا كانت شي حاجه كبيره نقدر نعطيه حتى عندي هو كيجيب لي لي كادو لي كادو وعلاش ما تجوزوش باقي صغار حتى انا يلا عندي 20 عام باقي انت دابا ماشي قاصر لا مجرى ها 20 عام 20 عام يعني واش ديري في كازا خدامه معاك الدار انا زيده في فاس ساكنه هنايا فهمتي مستقره هنا قاريه هنا وكلشي دايره هنا في كازا ياك واش نبغيتي تقولي لشريك حياتك اللي غيشوفك دابا بغيت نقول له الله يسهل عليك في هاد النار ولا درت شي لاباس ولا جاب الله شي نهار كل واحد فينا شي طريق وتبعت شي ولا مش فوتنيش وما نفوتش كيفاش ياك ما ناويين تفرتكوها ولا لا لا شويه فهمتي نقدر نمشي نقدر نمشي لبلاد اخرى نبقانا هنا نقدر انا نمشي جهه اخرى نبقى وانا الا بعدتنا اقدر اقدر واحد ما يفوتش لا مستعده تدوزي معنا دوز معاكم عادي مفيش مشكل